تحرير مدينة شران مع التلال المحيطة بها ومحاصرة المنطقة بالكامل والتقدم بناحية إلى مدينة أو إلى قرية الماتلي. فكان تقدم سريع، انهيار بصفوف الميليشيات الكردية وتحقيق نصر مباشر، والآن نحن على مفترق طرق إلى كفر جنة إن شاء الله تعالى. سياراتكم ما تظهر كثير هيك. تمام. تم في هذا اليوم السيطرة على بلدة شران وقريتين بالقرب منهما، هما قرية سيركان وقرية خربة شران. طبعا تعتبر هذه البلدة بلدة شران هي رابع مركز ناحية يتم السيطرة عليها من قبل الجيش الوطني السوري وبدعم وإسناد من الجيش التركي ضمن عمليات غصن الزيتون، وإن شاء الله العمل مستمر حتى تحرير كامل منطقة عفرين